مرحبا بيك مرة ثانية يا كابتن ناصر. تحياتي كابتن الأهلي وتحياتي لكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، تحياتي للنجوم الكبار كابتن شريف عبد المنعم، الكابتن علاء ميهوب، وكابتن أسامة عربي، وكابتن عادل أبو الرحمن. مبروك للنادي الأهلي، الفرحة حلوة وجميلة الحمد لله، ولكن زي ما قلنا إحنا التحكيم هو التحكيم. نتكلم في التحكيم يا كابتن أيمن بدون مجاملة، هو النادي الأهلي النهارده حل مشاكل كتيرة جدا للتحكيم بسبب النتيجة والأداء، ولكن مش كل مرة يا كابتن أيمن ممكن يحصل الكلام ده. أخطاء، خطأ في الشوط الأولاني، ركلة جزاء صحيحة لم تحتسب لحسين الشحات مع طرد لاعب نادي الزمالك للفرصة المحققة كابتن شريف. دي حالة، الغريب إن الحالة دي كانت في الدقيقة 29 ونص، اتعادت في الدقيقة 43. أولا أنا مش هقول كلام مرسل، ولكن هنجيب الحالة بس أنا بتكلم بصفة عامة. أنا ما بلعبش على نتيجة كابتن أيمن، أنا كحكم صح، كابتن شريف، كابتن أسامة، أنا كحكم ماليش علاقة بالنتيجة خالص. هو اتأثر بالنتيجة كابتن. ماذا لو النهاردة الفرقة، أي فرقة قربت والنتيجة قربت، أنت كحكم هتقدر تعوض اللي فات، خلاص القرار ما بتاخدوش، بتحصل مشكلة. أنا مش عايز أضيع فرحة النادي الأهلي النهاردة، ولكن حاجات مهمة جدا يجب على طاقم التحكيم النهاردة يشوف هذه اللقطات ويراجعها مع نفسه. أنت جبت الحكم في ركلة جزاء الزمالك وتسبقها مخالفة. فين الإي بي بي؟ صح. فين؟ معايا يا كابتن أسامة هنجيبها. ما بقولش كلام مرسى كابتن شريف، ولكن خطأين النهارده اعتقد خطأين ما كانش النتيجه جت كده النهارده كان هيبقوا مؤثرين في النتيجه. خلينا نيجي لحسين الشحات. محمد عبد الغني هنا، بص يا كابتن، بس هرجع تاني. ايه يا كابتن شريف؟ ملهاش حل. اي لمسه يا كابتن شريف؟ انا راجل اي لمسه في الوضع ده ضرب جزاء يا كابتن، عشان اسهلها لك. القانون بيقول اي لمسه لاعب مواجه الجون وزي حسين الشحات في الوضع ده، من الفانيلا كمان واضحه جدا، اي لمسه يا كابتن ضرب الجزاء. كابتن ايمن هقول حاجه مهمه، نختلف في المخالفه في عرقله في صح. تنافس، ولكن الشد، شد التيشيرت هنا بتوضح هنا. نرجع تاني معلش تسمحني عشان مثلا اوريك الشد قد ايه في اصرار. نشوف هنا، ادي شد وادي شد. انا كراجل مهاجم رايح بكورت بسرعتي، هنا الشد ده يا كابتن في السرعه ديت اي شد ليا لازم يكون في توازن. انا بسال سؤال، اين الفار في هذه الحاله؟ هنا ركله جزاء صحيحه مليون في الميه، انا مش منفعل ولا حاجه، ولكن لما انا بستغرب ان هذه الحاله اولا ما تعادتش في ساعتها، ثانيا فين الفار؟ الفار عنده اللقطه اللي هي الشد واضح، حسين الشحات رايح تماما مواجه تجاه عام صح. الفرصه المحققه تمركز المدافعين، ركله جزاء وطرد محمد عبد الغني في الدقيقه 29 ونص. دي واحد، فضحوا نفسهم النهارده. دي واحد، تعال نروح لركله جزاء الزمالك حسبها، للمنع حسبها، نشوف يا كابتن. خلاص الشد واضح هنا، خلاص وعارفين ان هنا ركله جزاء لم تحتسب، بنا ما حسبش والفار ما حسبش. مظبوط.